جايين اليوم بعد 10 و15 سنه خبره، شكر الله وسعيكم، راكم باش توليو تخدموا بالعقود. مطلبنا انتداب تسويه وضعيه، اخويا انا خدمت معاك 5 سنين و6 سنين، تو نحب وضعيتي تتحسن. مطلبنا تسويه وضعيه وليس عقود عبوديه. العقد راهو مش مزيه يا سياده الوزير، العقد راهي فلوسي حقي تعبي. معناتها ناس قاعده تخدم لتوا ومن 15 سنه لتالي باش تسوي وضعيتها مش انتداب، وهذه مغالطه كبيره. تسمع بها تحت الحيط، معناها هكاك تخدم ما عندك حتى حق، ما عندك حتى شيء، رابطك معارف وحيد. راهو عيب، راهو عار، راهو ما يجيش، ما يصيرش في زمن في دولة القانون والمؤسسات. لهنا وزارة التربية معناها ولا استجابة، ما فماش حتى معناها تفاعل معانا. كل عام يقع إعادة توظيف ناس من وزارات أخرى موظفين هما. أنا نخدم عام ناول فرانك، لا ما خديت حتى دوره من وزارة التربية، وسنة كيف كيف هاني نخدم ما غير حتى كونترا. وزارة التربية بكل صدق نكلت بالنواب، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد عطل ملف متاعنا متاع انتداب. الأستاذة المتعاقدة تيسير يعقوبي، احنا اليوم لهنا الأساتذة النواب جينا من كل من الولايات الكل دونك باش نطالبوا بتسوية وضعيتنا. احنا اليوم خدمنا مع وزارة التربية 5 و10، وفينا شكون خدم مع وزارة التربية 15 سنة، واليوم يجيو يعملوا لنا ينقحوا لنا الأمر 146 باش نوليو نتقاضاو بموجب هذاك الأمر 1250. احنا 1250 قابلينه، ماذاك حقنا ومش منا من حتى حد. أنا نقري اليوم 10 و15 سنة في وزارة التربية، واكتسبت الخبرة والليسيات الكل خدمت فيها، والتلامذة صغاري يخدموا توا اللي هما علوم التربية واللي هما كذا انتدبوهم ويخدموا، وأنا جايني اليوم بعد 10 و15 سنة خبرة، شكر الله وسعيكم، راكم باش توليو تخدموا بالعقود، وراكم باش توليو تاخذوا في 1250 مش منا من حتى حد. أنا نتعب ونخدم، وأنا نعوض في شغورات فعلية، راه مش نعوض في ماترنيتي ولا نعوض في فاكاسيون نتاع 2 ولا 3 موا، أنا نعوض في شغورات فعلية قدرت قدرها سي مدير الموارد البشريه البارح ب 5600 شغور فعلي. هل يا ترى معقول في دولة القانون والمؤسسات 5600 شغور فعلي نسدوه بالنواب اللي احنا عندنا 10 و15 سنه نقريو باش في الاخر يعطيني عقد نتاع 1250؟ العقد راهو مش مزيه يا سياده الوزير، العقد راهي فلوسي حقي تعبي، واعطي الاجيره اجره وقبل ان يجف عرقه. لكن انا اليوم بعد 15 سنه خبره في وزارتكم نحن نطالب بتسويه الوضعيه لا غير. احنا اليوم كما عمال والحضارة تسويت الوضعيه، وكما زملائنا علوم التربيه تسويت وضعيتهم ومبروك عليهم، واحنا ما احناش حاسين حتى حد، ولكن انا زاد قريتهم، انا زاد راني متخرجه من جامعاتكم، انا راني متخرجه من جامعات تونسيه وقاري عند نفس الاساتذه، ونحن رانا خير شباب هذا الوطن، نحن نسوم ليليت، نحن النخبه، احنا اللي وقفنا معكم سنين، احنا اللي عوضنا سنين وسدينا شغورات وزاره التربيه. يا من قلتم الاساتذه النواب اول مسمار في نعش وزاره التربيه، نحن من ضخ الحياه في وزاره التربيه، وقت اللي وقفتم وقت اللي انتم ما لقيتوش باش تسدوا هكي الشغورات، احنا خدمنا لكم بلاش 5 سنين 10 سنين 15 سنه، لكن الى متى؟ انا العمر انتهى، انا والدي يستناو باش يفرحوا بانتدابي، انا صغاري اليوم كبروا وانا مازلت نعوض. راهو عيب، راهو عار، راهو ما يجيش، ما يصيرش في زمن في دولة القانون والمؤسسات. ما تستضعفنيش، راهو فما ربي نهار اخر، لا تستضعفني، اعطيني حقي. ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، وقت اللي انا خدمت معاك 10 و15 سنة بلاش ما يسالش، انا ضحيت معاك، لكن الم يأن الاوان انك ترجعني الجميل، ومش جميل راهو اعترافا. انا اليوم بعد 15 خبرة جو سوي دوفوني كومبيتونت، انا اليوم راني كومبيتونت وما نستناش لا منك لا من غيرك. ابعث لي لانسبكتور، ما قلت نبعث لكم لانسبكتور، وسولون هذاك يصير الانتداب. انا اليوم هنا من امام وزارة التربية، نحن الاساتذة النواب نطالب بتسوية الوضعية لا غير.
ما نحبش بخلاف التزوية. وتوا بعد ما ولا العمر وانتهى تحكي لي على التناظر، انا لست ضد التناظر، ولكن حقي، حقي قبل كل شيء، حقي حق التسويه، حق الادماج، حق الانتداب، لا مجال، لا مجال للالتفاف على حقي، انا لا أسط على الناس. بليل الرياحي عن تنسيقي الوطني للمعلمين النواب، اليوم احنا جينا في تحرك احتجاجي لوزاره التربيه للمطالبه بتصعيد وضعيه كما معناها ما يخفيش الجميع وحكينا فيها برشا مرات، خدمنا لسنين بأجر زهيد بدون تغطية اجتماعية إلخ إلخ إلخ، هذاك ما عادش نحب نرجعوا له، خاطر الوزارة تو معناها كل ممثل يخرج على الوزارة يحكي على تحسين العقود ويحكي على معناها زيادة في الأجر، احنا هذايا ماهوش مطلبنا، مطلبنا انتداب تسوية وضعية. يا خويا أنا خدمت معاك 5 سنين وست سنين، تو نحب وضعيتي تتحسن، نحب وضعيتي تتسوى. نحب معناها ناخذ حقي كيما زملائي اللي يخدموا معايا، فهمتني؟ باهي، لهنا وزارة التربية معناها ولا استجابة، ما فماش حتى معناها تفاعل معانا. معناها ما رسلتوش سيد الوزير ما رسلنا سيد الوزير عن طريق المندوبيات، تقريبا جل المندوبية 26 مندوبية رسلنا معناها السيد الوزير عن طريق المندوب، معناها ما فما حتى تفاعل، هددنا معناها لبسنا الشرة الحمراء. ما فما حتى تفاعل، هددنا بالمقاطعة كيف فما حتى تفاعل، لأنه معناها يلزونا بالسيف، احنا راهو المقاطعة ماهوش خيار، راهو تفرضت علينا المقاطعة خاطر حتى حد ما سمعنا من أعلى هرم في السلطة، إلا معناها السيد الوزير حتى حد معناها ما سمعنا وحتى حد ما معناها تلفت لنا ولا تفاعل معانا. احنا مطلبنا هو تسويه وضعيه، خدمنا معاه 5 6 سنين يا خويا، معناها والزملاء الاساتذه معناها فما شكون معناها 15 سنه ماهوش معقول، فما 15000 عائله بين اساتذه ومعلمين، معناها سامحني في الكلمه عفسوا علينا، اش معناتها وزاره التربيه معناها مش وزاره التربيه، الحكومه بصفه عامه معناها الدوله التونسيه لقيت فلوس العمال الحضار 24000، لقيت فلوس معناها العمال البستنا معناها شركه البستنا، لقيت فلوس معناها للاليه 16، معناها المعلمين النواب والاساتذه النواب اللي خدموا معناها السنوات معناها 6 7 سنوات معناها من بعد تمشي في التخلي التدريجي عليهم بتعلت ما فماش شغورات، وقت اللي احنا كنا ناخذوا في شغور فعلي وكنا معناها في بلايصنا، يجي معناها يخرجك معناها بتعله واهي على الاخر اللي هي انك انت ناقص تكوين. اخويا انا ناقص تكوين، شكون خرج لك اللي انت توا شكون خرج لك اللي يجي معناها انت توا تحكي عليها من خيره المدرسين شكون خرج عن شكون قرا؟ مش قراء عند المعلم النايم هذاك وقراء عند الاستاذ النايب هذاك، عند شكون قراء؟ يحكي هو ماهوش كومبيتون، كيفاش خرج لك انت السيد هذاك اللي تقول عليه من خيره المدرسين؟ مطلبنا واضح وصريح، ما حاشناش بتحسين عقود، ما حاشناش بعقد لا يفضي للانتداب، ما عادش عنا معناها معناها صغير فينا 35 سنه، يا اخي احنا معناها تجي انت تنتدب مع اصغر سن ومن بعد احنا نقول له راهو باش نحسن لك عقودك وباش تعطيني 12150 اللي هي قريبه للسالير، معناها سي قريبه للسالير، اخويا اعطيني سالاري الكل وسوي لي وضعيتي اخويا وكهو هاكا، نحن معناها نصبر باش معناها باش زيد عام تعاقد، اما تعاقد يفضي للانتداب راهو ما يفضيش للانتداب، هذا مرفوض، ورانا نحن كخطوه تصعيديه مواصلين في مقاطعه الامتحانات وهذه راهو دون رجع خاطر تفرض علينا مقاطعه الامتحانات ومقاطعه التدريس، خاطر معناها وضعيتنا التو حتى حد معناها ما حركت فيه ساكن 15000 عائله معناها ما ياخذينا رهينه. استاذه نائبه معنيه بدفعه الألف دفعه 23، المطالب نتاعنا هي واضحه كيف ما قالوها اصحابنا اللي هي نحن مانيشنا باش نقبلوا العقد، مطلبنا تسويه وضعيه وليس عقود عبوديه، لان نحن الاستاذ النائب هو اليوم لن يقبل الفتات، ونحن من ساهمنا في انجاح صوره الوزاره الموقره وتبييض صورتها بانجاح السنوات الدراسيه المتلاحقه، واليوم نحن مجموعه منا وعدد كبير من المجموعة هذه نفذنا الوقفة هذه إيمانا منا بمبدأ استمرارية الدولة، لأنه دفعة 23 دفعة الألف هي استكمال اتفاقية سابقة، اتفاقية الحامدي اللي تم تنزيل 3 دفعات سابقة منها، وما رعنا إلا الدفعة الرابعة مصير هذا بيبي، إلى حد الآن صار تلاعب انقلاب
صار انقلاب على الدفعة. نحن اليوم نفذ وقفة احتجاجية، والحضور الأبرز هو لنواب دفعة 23، نطالبوا بتسوية وضعيتنا على غرار الدفعات السابقة. وزارة التربية بكل صدق نكلت بالنواب، ملفنا ملف حارق. نواب دفعة 23 أغلبنا أكثر من 15 سنة وهو يعوض بدون انقطاع. هو ملف النواب لكل منظمة تاريخية، والتخلي على دفعة 23 أو التلاعب بمصيرها إلى حد الآن، وأنه 1000 أستاذ يرجع إلى قاعة الدارس بنفسية محبطة، معناها هو على أمل الانتداب يستنى، ورؤوس قوائم نستناه في العوام هذه كل على أمل الانتداب. تجي أنت استثناء ترجعنا بمساجات تهديد أرجع أو نتخلى عليك، هذا في حد ذاته هذا يرجع سلبيا على مردود الأستاذ وعلى أي إصلاح تربوي هو يحكي، وأنت تقهر ومعناها وتحاول تقبر حلم 1000 أستاذ. أنا مريم توجيني أستاذة نائبة ومعنية نورمالمون بالدفعة الدفعة الرابعة في اتفاقية الحامدي، دفعة 1000 سنة اللي التوى لوقع تفعيلها. تتحجج الوزارة بنقطة هذية انه احنا معناتها ما عندناش تكوين بيداغوجي وما عندناش مؤهلين باش يقع تعيينا وتسوية وضعيتنا. هو بين قوسين ليس بانتداب، هو تسوية وضعية ناس أساذة من منظورها، معناتها ناس قاعدة تخدم التوى ومن 15 سنة التالي باش تسوي وضعيتها، مش انتداب. وهذه مغالطة كبيرة حكاية الانتداب. انتداب معناتها في منظمة خارجية ولا شنو اللي صار في الأربع سنين التالي؟ وأحنا معناتها قاعدين نقريو بالتوازي، كل عام يقع إعادة توظيف ناس من وزارات أخرى، موظفين هما، احنا ماناش نحكيو على الكفاءة متاعهم، أما ناس شادة بروات في وزارات مختلفة في اختصاصات مختلفة، يعيطوا لهم باش يجيو يقريو تلامذتنا اللي احنا معناتها نقريو فين في الأقسام. هذا 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 معناها يصير اليوم في وزارة التربية؟ عمناول بركة صار، وتعمناول صار، وتعمناولين صار، إعادة توظيف، احنا نعوضوا ونقريو وكل شيء، يقولوا لا تك على جنب. باش نجيب ناس انا انجليزية اختصاص انجليزية نقري 15 سنة من 2011 انا بديت نعوض، يجي واحد اعادة توظيف من وزارة النقل ولا تجهيز ولا عنده شهادة من عام 20 سنة في الانجليزية يقول له اجا قري. هذا اتفاق معناتها هذا صار في ما بين الوزراء وفي الرائد الرسمي وفي المالية بتعلة عدم معناتها وجود الاعتمادات اللازمة لانتداب ناس خارج معناتها المال، معناتها ناس عندها ديجا شهري اعتمادات قاعدة تخلص. إيش يقول لك هو في عوض أنا نجيب ناس من برا، نجيب ناس ديجا تخلص، مانيش جينا من برا احنا باش نطالبوا في التشغيل والانتداب. سوي لي وضعيتي، انا انسان استغليتني جوعتني همشني ما خلصنيش عام نخلص عام ليه، خدمت بلاش حيطه اجتماعيه، خدمت في الظروف الكل، تنقلت من حساب على حسابي، مرضت، عانيت، معناتها ماتت عبيد. انا نجم نسميك ونعطيك ليستا قائمه طويله من العبيد عوضت وماتت ما خذتش حقوقها. انا معلمه نايبه عندي 7 سنين نخدم، تسمع بها تحت الحيط، معناها هكاك تخدم ما عندك حتى حق، ما عندك حتى شيء، رابطك معارف وحيد 7 سنين، وقت اللي يظهر له يخلصك، وقت اللي يظهر له ما يخلصكش، كان عجبك هذاك الموجود. ما عرفناش الوين الوقتاش كيفاش وقتاش باش تحل هالحكايه، احنا تعبنا فدينا جينا قلنا له ستوب سي ما فماش حل، راهو فما كان مقاطعه هي الحل كهو. نعرف اجيال، انا عندي ولادي يقرا، عندي زوج صغار يقرا، باقي تقول لي اجيال اي انا شكون حاس بيا زاده، انا ولادي هم كيف انا نهار اللي يخلصني نصرف عليهم ولادي، نهار اللي ما يخلصنيش زاده ولادي شكون حاس بيهم؟ اوكي انا تو هاني نخدم وهاني انا نخدم عم ناول فرانك لا ما خديت حتى دورو من وزاره التربيه، وسنا كيف كيف هاني نخدم ما غير حتى كونترا، ما فماش كونترا تو نخدم. معناها كان يجيني يقول لي انت ما خدمتش سنه معانا بالكل، ما انت ما يثبت نخدم اكثر من تحت الحيط، معناها تحت الحيط مو ريت العمل اليومي يعرف روحه سي بون، يخدم يخلص ما يخدمش ما يخلصش، انا نخدم ما نخدمش كيف ما نخلصش، ورابطني بمعرف وحيد سيبني، كي انت ما حاجتكش بيا سيبني، ما تربطنيش بمعرف سيبني خلينا نشوف خدمه اخرى، انت ما حاجتكش بيا قل لي علاش انت تربطني وما تخل... ما تعطينيش حقي الى متى؟ نحبوا انتداب، نحبوا تسويه الوضعيه، ما نحبش تزيدني في الكونترا خاطر بطبيعتي كي ترسمني وتندبني شهريتي تزيد اوتوماتيكمون هذاك ما غير ما نحب انتداب
وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد عطل ملف متاعنا متاع انتدابنا.